بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 172. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلعي هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. وقفنا في الحلقة الماضية عند ما أشار إليه المؤلف رحمه الله من القرن بين النذور هي شرعية ونهي عنها، وما يحصل فيها من تمام المطلوب، والأدعية غير الشرعية. يقول رحمه الله: وقد قام بنفوسهم أي الناذرين أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم، وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن نذر طاعة الله فضلا عن معصيته ليس سببا لحصول الخير، وإنما الخير الذي يحصل للناذر يوافقه موافقة كما يوافق سائر الأسباب. فما هذه الأدعية غير المشروعة في حصول المطلوب بأكثر من هذه النذور في حصول المطلوب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال الشيخ رحمه الله مستمرا في بيان أن الأسباب وحدها لا تقتضي مسبباتها، وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. وضرب لذلك مثلا بالنذر. النذر قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير، يعني لا يجلب خيرا ولا يدفع شرا، وإنما هو سبب من الأسباب، فكيف بغيره من أنواع الأسباب التي يفعلونها عند القبور وعند الأضرحة ويظنون أنها هي الأسباب المشروعة التي تحقق لهم ما يريدون. نعم. قال رحمه الله: بل تجد كثيرا من الناس يقول إن المكان الفلاني أو المشهد الفلاني أو القبر الفلاني يقبل النذر، بمعنى أنهم نذروا له نذرا إن قضيت حاجتهم وقضيت. نعم، من غرورهم وإملاء الله لهم وتغرير الشيطان بهم أنهم يقولون المحل الفلاني يقبل النذر. لماذا؟ لأنهم جربوا هذا بزعمهم، وأنهم نذروا للقبر الفلاني فحصل لهم مطلوبهم، ولم يعلموا أن النذر الصحيح، أن النذر الصحيح النذر لله لا يجلب خيرا ولا يدفع شرا بذاته، إن النذر لا يأتي بخير كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فكيف بدعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله؟ هذا لا يحقق مطلوبا ولا يدفع مرهوبا، لكن لو حصل شيء من ذلك فإنما هو موافق لقضاء وقدر، كما أن السبب لا يحقق الأشياء بذاته، وإنما إما إن كان سببا صالحا فقد يحقق الله به المطلوب، وإن كان سببا فاسدا فإن الله لا يحقق به المطلوب. نعم. كما يقول القائلون: الدعاء عند المشهد الفلاني أو القبر الفلاني مستجاب، بمعنى أنهم دعوا هناك مرة فرأوا أثر الإجابة. كما سبق أن عباد القبور لا يعتمدون على برهان ولا على دليل، وإنما يعتمدون على شبهات، قال فلان وقال فلان ورأى فلان في المنام كذا وكذا وما أشبه ذلك من الحكايات والمخرقات الباطلة، فهم لا يعتمدون إلا على مثل هذه الترهات، فيقولون المكان الفلاني يقبل النذر، المكان الفلاني يقبل الدعاء فيه وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأن فلان دعا فيه أو فلان النذر حصل له مقصوده. حصول المقصود كما سبق وتكرر أنه ليس دليلا على صحة الوسيلة وصحة السبب الذي فعله العبد، وإنما هو بقضاء الله وقدره
وابتلائه للعباد. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: بل إذا كان المبطلون يضيفون قضاء حوائجهم إلى خصوص نذر المعصية مع أن جنس النذر لا أثر له في ذلك، لم يبعد منهم إذا أضافوا حصول غرضهم إلى خصوص الدعاء بمكان لا خصوص له في الشرع. نعم، الأدعية الشرعية لها أمكنة ولها أزمنة أفضل من غيرها. فمثلا الدعاء في آخر الليل وقت النزول الإلهي أرجى من الدعاء في غيره، الدعاء في ساعة في يوم الجمعة، الدعاء في رمضان وفي ليلة القدر، في هذه الأزمنة أرجى. وكذلك الدعاء في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي والدعاء في المسجد الأقصى، الأمكنة التي جعلها الله فاضلة على غيرها، هذه أمكنة. والدعاء في المساجد عموما وبيوت الله عز وجل هذا أرجى للقبول. فهذه ليست أسبابا في قضاء الحاجات يعني بمفردها، وإنما بما ينضاف إليها من قبول الله لها وإثابته عليها أو استدراج الله للعبد بها أو غير ذلك من الأمور. نعم. قال: إذا كان المبطلون يضيفون قضاء حوائجهم إلى خصوص نذر المعصية مع أن جنس النذر لا أثر له في ذلك، لم يبعد منهم إذا أضافوا حصول غرضهم إلى خصوص الدعاء بمكان لا خصوص له في الشرع، لأن جنس الدعاء هنا مؤثر فالإضافة إليه ممكنة بخلاف جنس النذر فإنه لا يؤثر. النذر لا يؤثر مطلقا، كما قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، فلا يمكن أن يأتي أحد ويقول لا النذر يأتي بخير ويخالف الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الأسباب فمنها ما يحصل به المقصود ومنها ما لا يحصل به المقصود، خلاف النذر فإنه لا يحصل به المقصود أصلا، لأن الله لا يريد الحرج لأمته، الله جل وعلا لا يريد الحرج لعباده، الحمد لله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد الحرج لأمته. فلما كان النذر فيه إحراج وفيه مضايقة للعبد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: والغرض أن يعرض، ربما المراد يعرف، أن الشيطان إذا زين لهم نسبة الأثر إلى ما لا يؤثر نوعا ولا وصفا، فنسبته إلى وصف قد ثبت تأثير نوعه أولى أن يزين لهم. نعم، المهم أن الذين يعتمدون على الأسباب ويظنون أنها هي المؤثرة أنهم مخطئون في هذا، فالأسباب إنما هي مجرد أسباب، والتأثير والنتائج إنما هي بيد الله، فيجب الاعتماد على الله جل وعلا مع فعل الأسباب التي شرعها لهم. فتعطيل الأسباب هذا قدح في الشرع، والاعتماد على الأسباب هذا قدح في التوحيد والإخلاص لله عز وجل. فتعطيل الأسباب هذا قدح في الشرع، والاعتماد على الأسباب هذا قدح في العقيدة. فالمسلم يفعل الأسباب ويفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ثم كما لم يكن ذلك الاعتقاد منهم صحيحا فكذلك هذا، إذ كلاهما مخالف للشرع. نعم. ومما يوضح ذلك أن اعتقاد المعتقد أن هذا الدعاء أو هذا النذر كان هو السبب أو بعض السبب في حصول المطلوب لا بد له من دلالة، ولا دليل على ذلك في الغالب إلا الاقتران أحيانا، أعني وجودهما جميعا، وإن تراخى أحدهما عن الآخر مكانا أو زمانا مع الانتقاص أضعاف أضعاف الاقتران. هذا كله استطراد فيما سبق، أن اقتران حصول المطلوب بالنذر أو الدعاء لا يدل على أن ذلك النذر أو هذا الدعاء هو المؤثر فيعتمد الإنسان عليه، وإنما المؤثر هو الله سبحانه وتعالى، لكنه شرع سبحانه وتعالى لنا الأسباب المباحة ونهانا عن الأسباب المحرمة. نعم. ومجرد اقتران الشيء بالشيء بعض الأوقات مع انتقاضه ليس دليلا على الغلبة باتفاق العقلاء. نعم، لأن الناس من يدعو ويدعو ولا يستجاب له، هذا انتقاض، فلا يدل على أنه إذا حصل الشيء عند الدعاء أن الدعاء هو الموجب لذلك وهو المسبب لذلك. إذا كان هناك سبب آخر صالح، إذ تخلف الأثر عنه يدل على عدم الغلبة.
نعم. فإن قيل إن التخلف بفوات شرط أو لوجود مانع، قيل بل الاقتران لوجود سبب آخر، وهذا هو الراجح. قد يحصل المطلوب عند فعل السبب أو عند الدعاء لا لذات هذا السبب، وإنما هو لسبب آخر، إما افتقار العبد واضطراره استجاب الله له، وإن كان فعله هذا غير مشروع، غير مشروع، كدعاء المشركين لله في حالة الضرورة، فهذا هو السبب. نعم. وإنا نرى الله في كل وقت يقضي الحاجات ويفرج الكروبات بأنواع من الأسباب، من الأسباب لا يحصيها إلا هو، وما رأيناه يحدث المطلوب مع وجود هذا الدعاء المبتدع إلا نادرا، فإذا رأيناه قد أحدث شيئا وكان الدعاء المبتدع قد وجد، كان إحالة حدوث الحادث على ما علم من الأسباب التي لا يحصيها إلا الله أولى من إحالته على ما لم يثبت كونه سببا. الشيخ رحمه الله، رحمه الله، متبحر في الاحتجاج والمجادلة، فهو يقول في هذا ويكرر أن حصول المطلوب لا يدل على صحة السبب الذي حصل عنده مقترنا به، فإن هذا قد يكون وافق قضاء وقدرا من الله، أو أن الله رحم هذا العبد لأنه مضطر، أو أن الله أراد أن يستدرج هذا العبد فيظن أن هذا الدعاء هو السبب فيستمر فيه، فيكون ذلك أشد لإثمه وعقوبته. نعم. يبدو يا شيخ أن اختلاف مستوى التعليل والشرح في الشيء أنه الشيخ يخاطب الجميع، يعني بعض التعليلات تكون للعامة وبعض المتوسطين وبعض المتعمقين والفلاسفة والمتكلمين. الشيخ أدرك أناسا منهمكين في عبادة القبور، عبادة الأضرحة، وأدرك التصوف قد بلغ أوجه في وقته، فهو يرد على هذه الطوائف، يرد على هذه الطوائف المنحرفة. ولو كان المسلمون مستقيمين كما كان الصحابة والتابعون والقرون المفضلة ما حصل من الشيخ هذه المجادلات وهذه المماحلات للرد عليهم، لأنه عايش أناسا من هذه الأنواع، فهو يريد أن يرد عليها وأن بكل مستوياتها، بكل مستوياتها، وأن يرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: ثم الاقتران إذا كان إن كان دليلا على العلة فالانتقاض دليل على عدمها. نعم. إذا كان قد يقترن الشيء بالشيء، فإن كونه أحيانا لا يقترن هذا دليل على أن هذا الشيء ليس هو السبب، هو السبب الموجب لما اقترن به. نعم. وهنا افترق الناس ثلاثة فرق: مغضوب عليهم وضالون والذين أنعم الله عليهم، كما في آخر سورة الفاتحة قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ هم الذين ذكرهم الله بقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. وهؤلاء هم أهل العلم النافع والعمل الصالح الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. هؤلاء هم المنعم عليهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. الصنف الثاني الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، وهم اليهود ومن سار في ركابهم على نهجهم، فإنهم علموا الحق ولم يعملوا به اتباعا لشهواتهم ومقاصدهم. والصنف الثالث ضالون، ليس عندهم علم وإنما عندهم عمل، أخذوا العمل وتركوا العلم، فهم يعملون على غير هدى، فهم تائهون وضالون في طريقتهم. وفي مقدمة هؤلاء النصارى والعباد الذين يعبدون الله بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، هؤلاء ضالون. نعم. قال رحمه الله: فالمغضوب عليهم يطعنون في عامة الأسباب المشروعة وغير المشروعة، ويقولون الدعاء المشروع قد يؤثر وقد لا يؤثر، ويتصل بذلك الكلام في دلالة الآيات على تصديق الأنبياء عليهم السلام.
نعم هؤلاء هم المغضوب عليهم الذين يعطلون الأسباب، وهذا تعطيل للعلم، عدم عمل بالعلم، لأن العلم جاء بفعل الأسباب النافعة. نعم. والضالون يتوهمون من كل ما يتخيل سببا، وإن كان يدخل في دين اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، والمتكايسون من المتفلسفة يحيلون ذلك على أمور فلكية وقوة نفسانية وأسباب طبيعية يدورون حولها لا يعدلون عنها. هم على طرفي نقيض، المغضوب عليهم والضالون، فالمغضوب عليهم يبالغون في تعطيل الأسباب، والضالون يبالغون في الأسباب ويتخذون كل شيء من الأسباب ويظنون أنه نافع وأنه مفيد ولو لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. أما أهل الحق فإنهم يجمعون بين الأمرين، بين فعل الأسباب مع التوكل على الله واعتقاد أن المؤثر هو الله، هو والجالب للخير والدافع للشر هو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فأما المهتدون فهم لا ينكرون ما خلقه الله من القوى والطبائع في جميع الأجسام والأرواح، إذ الجميع خلق الله، لكنهم يؤمنون بما وراء ذلك من قدرة الله التي هو بها على كل شيء قدير. أما أهل الحق فإنهم بخلاف الطائفتين، المغضوب عليهم الذين عطلوا الأسباب، والضالون الذين اعتمدوا على الأسباب. فأهل الحق يقولون هناك أسباب خلقها الله أو أمر بها، هناك أسباب خلقها الله جل وعلا أو أمر بها، ولكن لا يعتمدون عليها في حصول النتائج، وإنما يعتمدون على الله، فيجمعون بين فعل الأسباب والتوكل على الله جل وعلا في حصول المطلوب. نعم. قال: لا ينكرون، المهتدون هم لا ينكرون ما خلقه الله من القوى والطبائع في جميع الأجسام، لكنهم يؤمنون بما وراء ذلك من قدرة الله التي هو بها على كل شيء قدير، ومن أنه كل يوم هو في شأن، ومن أن إجابته لعبده المؤمن خارجة عن قوة نفسه وتصرف جسمه وروحه، وبأن الله يخرج العادات، يخرق العادات لأنبيائه لإظهار صدقهم ولإكرامهم بذلك ونحو ذلك من حكمه. نعم، أهل الحق يؤمنون بهذا، من أنه لا بد من فعل الأسباب، وإن حصل شيء بدون فعل سبب فهو من الخارق، من الخارق للعادات التي يجريها الله سبحانه وتعالى لأنبيائه معجزة، أو لأوليائه كرامة، أو لأعدائه من باب تسليط الشيطان عليهم. نعم. وكذلك يخرقها لأوليائه تارة لتأييد دينه بذلك، وتارة تعجيلا لبعض ثوابهم في الدنيا، وتارة إنعاما عليهم بجلب نعمة أو دفع نقمة ولغير ذلك. نعم، هذه هي الكرامات والمعجزات، يجريها الله إما لحجة في الدين، وإما لحاجة في الدنيا بالمسلمين، إما لحاجة للمسلمين، ففيها نفع لهم، نفع لهم من جهة قوة الإيمان، ونفع لهم بما يدفعون به حاجتهم وضرورتهم من ما يجريه الله لهم مما لم يسبق له نظير. فهذه هي هذه هي المعجزات والكرامات التي يجريها الله ويخرق بها العادة ويوجد الشيء بغير سبب. فالله على كل شيء قدير، كما لما أخبر الله زكريا عليه السلام أن الله سيعطيه ولدا، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، قال عند ذلك: ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر؟ قال الله له: كذلك الله يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء. ما يشاء، قال الله كذلك، الله يفعل ما كذلك، يعني هذا من غير سبب، لكن الله يفعل ما يشاء. ولما بشرت الملائكة مريم عليه السلام بأن الله سيهب لها ولدا وهو عيسى عليه السلام، قالت: أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال: كذلك الله يخلق ما يشاء. الله جل وعلا هو الذي يخرق الأسباب، إما لمعجزة وإما لكرامة، لحجة في الدين أو لحاجة للمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويؤمنون، أي المهتدون يؤمنون بأن الله يرد بما أمرهم به من الأعمال الصالحة والدعوات المشروعة، يرد ما جعله في قوى الأجسام والأنفس، ولا يلتفتون إلى الأوهام التي دلت الأدلة العقلية والشرعية على فسادها، ولا يعملون بما حرمته الشريعة وإن ظن أن له تأثيرا. المؤمنون يأخذون بالأسباب النافعة ويقتصرون عليها، أما غير المؤمنين
فيأخذون بأي سبب ولو لم يكن مشروعا، وهذا لقلة إيمانهم أو لضعف إيمانهم، فهم بين طرفي نقيض. هؤلاء يأخذون بكل سبب وإن كان محرما، أما المؤمنون فيأخذون بالأسباب النافعة ويتركون الأسباب المحرمة ويقنعون بذلك. نعم. وأما العلم بغلبة السبب فله طرق في الأمور الشرعية كما له طرق في الأمور الطبيعية، منها الاضطرار، فإن الناس لما عطشوا وجاعوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ غير مرة ماء قليلا فوضع يده الكريمة فيه حتى فار الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هذه معجزة للرسول وهي لحاجة بالمسلمين، لما احتاجوا إلى الماء وهم كثيرون والماء قليل أجر الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم أن بارك في الماء، فوضع يده صلى الله عليه وسلم في الماء القليل فجعل الماء يفور من بين أصابعه حتى صدر الجيش كله وتطهروا ورووا وأخذوا المياه في رحالهم. هذا لحاجة بالمسلمين وهو معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان من غير سبب، من غير سبب ظاهر، وله سبب خفي الله جل وعلا هو الذي جعله. نعم. ووضع يده الكريمة في الطعام وبرك فيه حتى كثر كثرة خارجة عن العادة. وهذا في قصة الخندق، لما صنعت أم سليم رضي الله عنها رأت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، فقامت وعملت لها طعاما يسيرا، ثم أرسلت ابنها أنس رضي الله عنه خادم الرسول إلى الرسول فدعاه، فلما جاء ورأى الطعام قال لأنس اذهب ادعو القوم، قوم يحفرون في الخندق كثيرون وهو طعام قليل، فوضع صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فصدروا عن آخرهم وشبعوا. هذا لحاجة بالمسلمين، هذه معجزة لحاجة بالمسلمين. نعم. فإن العلم بهذا الاقتران المعين يوجب العلم بأن كثرة الطعام الماء والطعام كانت بسببه صلى الله عليه وسلم علما ضروريا، كما يعلم أن الرجل إذا ضرب بالسيف ضربة شديدة صرعته فمات أن الموت كان منها بل أوكد، فإن العلم بأن كثرة الماء والطعام ليس له سبب معتاد في مثل ذلك أصلا، مع أن العلم بهذه المقارنة يوجب علما ضروريا بذلك. الأسباب منها ما هو ظاهر يراه الناس ومنها ما هو خفي، ومن ذلك سبب المعجزة في تكثير الطعام وتكثير الشراب والماء، هذا سببه خفي لكن له سبب من الله سبحانه وتعالى، سببه كما قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فسببه التقوى والإيمان. نعم. وكذلك لما دعا صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه أن يكثر الله ماله وولده، فكان نخله يحمل في السنة مرتين خلاف عادة بلده، ورأى من ولده وولد ولده أكثر من 100، فإن مثل هذا الحادث يعلم أنه كان بسبب ذلك الدعاء. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه يدعو لبعض الناس يستجاب دعاؤه، ومن ذلك أنه دعا لأنس بن مالك لما كان يخدمه رضي الله عنه، فالرسول أحبه ودعا له بأن يطول الله عمره وأن يكثر ماله وولده، فحصل له كل هذا، أطال الله عمره وأكثر من ولده وأكثر من ماله، حتى رأى من أحفاده الخلق الكثير ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سبب وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن رأى طفلا يبكي بكاء شديدا فألقمته أمه الثدي فسكن، علم يقينا أن سكونه كان لأجل اللبن. نعم. وكذلك السبب ظاهر، مثل إذا رأى الطفل يبكي من الجوع فألقمته أمه ثديها فسكت، هذا دليل على أن السبب هو إرضاعها ولده. نعم. هذا سبب ظاهر. نعم. والاحتمالات وإن تطرقت إلى النوع فإنها قد لا تتطرق إلى الشخص المعين، وكذلك الأدعية، فإن المؤمن يدعو بدعاء فيرى المدعو بعينه مع عدم الأسباب المقتضية له، أو يفعل فعلا كذلك فيجده كذلك، كالعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه لما قال: يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم أسقنا، فمطروا في يوم شديد الحر مطرا لم يجاوز عسكرهم،
العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه كان قائدا لجيش، فلما شح الماء عندهم وهم في الصحراء ليس عندهم ماء والوقت حار، العلاء بن الحضرمي دعا الله جل وعلا بهذه الأسماء العظيمة، فجاءت سحابة فأمطرت العسكر ورووا ما معهم من الأوعية، ملأوها بالماء واستقوا وشربوا ولم تتجاوزهم السحابة، لم تخرج عن العسكر. هذه كرامة من الله أجراها على يد العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، وهذا لحاجة بالمسلمين. وأما ما يكون لحجة في الدين كما حصل لموسى عليه السلام لما ألقى العصا فانقلبت حية وأكلت كل ما جاء به السحرة، هذا لحجة في الدين وبيان أن موسى عليه السلام رسول من عند الله، وكما القرآن الكريم هذا معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم خارق للعادة، لأنه رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع هذا جاء بهذا القرآن الذي أعجز الجن والإنس، هذا لحجة في الدين على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال احملنا، أي العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، وقال احملنا، فمشوا على النهر الكبير مشيا لم يبل أساف الأقدام دوابهم. ولما قدموا على النهر الذي يحول بينهم وبين مسيرهم أمرهم أن يخوضوا النهر، وذلك اعتمادا على الله سبحانه وتعالى، فخاضوا النهر ولم يتبلل شيء من رحاله. هذه كرامة، هذه كرامة للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، وإلا العادة أن الذي يدخل في النهر أو في البحر يغرق. نعم. وأيوب السختياني لما ركض الجبل لصاحبه ركضة نبعت له عين ماء فشرب ثم غارت. نعم. وكذلك ما يحصل لبعض أولياء الله أن الله يفتح لهم ماء يشربون ثم يتغور هذا الماء ويذهب، لأنه لحاجة، لأنه لحاجة بالمسلمين أو بالمسلم. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.